أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الإنسان مدنية آياتها 31. سورة ملا سورة الإنسان إلى ره ومدنية واي قرآن مدينة كديك واي آيضو جميب صدن إكو آيضو ترتيب دي سورة دي طلبات اللي حاد واي سورة مايك إلى ره سورة الدهر نول ره من سورة مدنية كمدت لكن محور جميع سعودي مواضيع ما كلها وهذا الجري يكو هذا لاس غالبا أنا وضب الحاس يميك وري كذيها يعني أمورا تتعلق بالآخرة أمور آخر تتعلق ديك وري كذا وبوجه خاص قال أهم أيضا كهذا لاس النعيم المتقين الأبرار ذاتك إلهي كوب سدايان وباريالك النعم ديو وإلهي كسيو دار الخلد والإقامة في جنة النعيم ويكاد يكون جو السورة هو جو السورة المكية سورة جو جاي مغال شمعين لقماء سورة مكة لإيحاءاتها وإسلوبها ومواضيعها المتنوعة يعني قابك إشارة شيء إسلوب شيء مواضيع ذيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ تفسير هذه السورة يبلا بسم الله الله ما قاعد شيك بالأوان اللي الرحمن حرس عام كالله اللي الرحيم حرس دقار كالله. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى قد أتى مي حمري اي مباوى مي حمري على الإنسان إنسان حين وقت ومن الدهر زمككم إذا لم يكن أسوء هاينه شيئا شيئا أسوء مذكورا لحسن. إنا خلقنا الإنسان إنسان كي يأورني من نضفة يكون نضفة أو أمشاج أو إسكلاحا نبتليه جربان أي لنبتليه سيون جربنا يان وون فجعلناه وين هو إنسان كي سميعا كوالديه وبصيرا أرقا كوان إنا هدينا هاون هو إنسان كي السبيل كان إما شاكرا إما يكون شاكرا إنس شاكرنا قضاه وإما يكون كافرا إما إنس قالنا قضاه إنا أعتدنا ديارنا للكافرين قال سلاسلة سلاسلة إيو أغلالا كتين ذا إيو سعيرا دب يان ديارني نار سعير الأرب إن الأبرار باريال كان يشربون ورابعنا من كأس ويل كوب كان هذا مزاجها براجي بكافورا هذا عينا حالكو هذا إلا سوية شربوا بها ورابعنا عباد الله إلهي دومي يفجرونها أسكو نمبرضاين تفجيرا نمبرضاش يوفون أوفياين بالنذر مهيبتي أوفياين ويخافون أبسان يوما كأبسان يوم كسو كان هاي شر وشرتيس ويخافون أبسان يوما عذاب يوم مال عذاب يكأبسان كان هذا شر وشرتيس مستديرا تدل دولس ويطعمون الطعام سان الطعام هم جرقة تكسان على حبه ما حبه جيلنتيس يقول القب أما باهيد سنقاب يقول القب مسكين الطعام سان ويتيما أقوم يضع أمسيان وأسيرا لن قفاله يضع أمسيان قائلين اللهم إيقوه يوم الرايان إنما نطعمكم لوجه الله ونمي نقرس إنسيان إلهي درتس لا نريد منكم مسيح فلان جزاء أبا القد ولا شكورا مهضا. يقول الله تبارك وتعالى إلهي مباري هل هي أتى على الإنسان إنسان كحمري حين وقته من الدهر كمده لم يكن شيء مذكورا يقولون هاي مرقنا استفهام لنا قوالنا ما يفعلها إنه نكوالنا يعني سيغة خبرية هل أتى بمعنى قد أتى قد مضى ما يحمري على الإنسان إنسان كل شيء حين من الدهر وقت الزمنكم إذا لم يكن أسوهم هاي يعني شيء شيء مذكورا لحسوه إيه كان من في العدم يعني وجود من لاين. الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى ما يبهري مفسر كهذا مؤرخ ابن كثير رحمه الله تعالى هو الله مفسر اسمر كهذا مؤرخ هو كتاب ميل البداية والنهاية لها لي يخبر تعالى إلهي ما يكون هذا عن الإنسان أنه أوجده إلى هاي شيء بعد أن لم يكن شيئا وقت أسوبا هاي الشيء ويذكر له حسن لحقارته وضعفه تبردرت الضعف نميز درادية يلا نكهم مرتين.
مرقا ميلا لمشي علم المفسرين الرأي يعني هل تعالى إنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ما إرانا وفترة يأديهم همارت الأهري يريد سهن قومس يريد وانا لياس حدقة دبالة روب أديهم سيئة والبشر لأرون كان مالين مرقا صباح دي إلهي سبحانه وتعالى بشر أومي جنارجي جنارها كون ناقي لو كشين مرقا سبني آدم كالو كباضة ساسلك جيدلي ما يساسنا نفسد يميلك جيدة وقتية إنسانك حمرتي وسو جرى وجود لي وجود لي لكن لم يكن شيء مذكور هاتن والله حصونا ما ميلك جيدة أرانا نبلا آدم عليه السلام مرك إلهي صوري وبعوذي سكو سبي أفرطن سن يا كبعد روح لك أفو في إرهاي حين من الدهر مركو أفرطن سن يلك جيدة أرانا قولك سدحات ما يري إنسان كاستي يلك جيد لان كاستي إلهي أومي أديد روغ بني آدم إيه مرحلة ما يمرتي لم يكن شيء مذكور أنت أدام لون هوات من العدم هاي هدي نع وجودك لك يدريون ما كيب لالغاس إلهي لانك تومي أفرسين هكو ديرو أما تومي سين هكو لعفو يعني والله حسو ما إيك لا إله رحمة ما يلك إهرام يهرام عنو يهرام مرنوا مجلوغا ها wa umul balak jeer inta ku reeb hindooji laab afji laab hamaan siday ha suwe inta ku us dambu wal onatay rareebo falo min dir galan kubad haa hoose wa usulum iskuu wal mu'tabara usulim la iska soom la wal usulim wal usulim insaan ka nooc ashay uno oogne la ri markum maadama daciifnaad ad hamarti in ad daciifnaad naga doonto ilaahay ku qabsay macnaga saadiga allah alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة إن الله كهذا تحصل إليك جيد هل أتى قد أتى ما يحضر المرأي على الإنسان إنسان كرجي حين وقت أم من الدهر إيه لم يكن أسوء هاين شيئا شيئا مذكورا لحسوء هاين مركا هل أتى هل ذا بمعنى قد هو قد أتى كما تقول سالة رأس هل رأيت صنيع فلان هبل سنة أرق ديدا يلك جيدا وأنا أقول لك ورسي هانك ويلاك هل أكرمت هل أكرمتك هل وعدتك بما نقدر لك جيدا إنا أون خلقنا أوني الإنسان إنسان يأوني من مضفة يكون نحن بقدرتنا خلقنا هذا الإنسان من ماء مهين بي اللعيف يكون وهو المني هو الذي ينطف من صلب الرجل كاسو اكو غو انسان كدبرشي لانك رغي دبرجي اكو غو او يختلط كداه ما بماء المراه البويضه الانوثه بويضه اونتي ددغه كداه ما سو فيتكون منهما ما يكو ابو رمي هذا المخلوق العجيب مخلوق عجيب قروح البدن يكو ابو رمي ام شاج مرقوم الاري يعني اخلاط ما يسك داه ما ماء الرجل وماء المرأة يأسك داهمان إذا اجتمع واختلط هذه يأسك درسمان وإسك داهمان ثم ينتقل وريقا من دور إلى دور ومن حال إلى حال نبتليه أي لنبتليه لنختبره سؤون أنك جرب أنك امتحان بالتكاليف الشرعية والأوامر الإلهية سؤون أنك جرب فجعلنا وعليه إنسان سميعا كوالديقا كوالني بصيرا أرقاو عاقلا مميزا عاقل وشلبيون أي كوالني إنا خلقنا أون الإنسان إنسان كون من نطفة بي ضعيف يكون أما من يكون أو من ذا سوء أم شاج إسك دايحن إسك طور ماء الرجل وماء المرأة إسك طور مشاج يا مرايان كبعض إخصاب ومنها يا إلهي سبحانه وتعالى إنسان كشرفت بالله كصار نبتليه أي لنبتليه سيون جرب فجعلنا وعليه إنسان سميعا كوالديغا كوالني أي فجعلناه كوالني من أجل ذلك تازدرادية سلين جرب عاقلا مميزا عاقل والشبير ذا سمع وبصر كوالديغا والأرغم إنا هديناه وعليه إنسان السبيل يكهلني السبيل ذا سلام تفسير لته وهديناه النجدين أوكلا إنا هديناه السبيل أي عرفناه ميكسيني طريق الهدى والضلال والخير والشر والكفزرة حنونك
إبايدة شرطسنا مايا شرعي خير شرطسنا ببعثة الرسول رسولها الدروج ينوك أغاهين إما شاكرا إما أن يكون إنو سنغضو مؤمنا كمؤمنا شاكرا لنعمة الله كشكرها فيسلكم أي مركز سبيل الخير وضاعته مركز وإما كفورا وإما أن يكون إنو سنغضو شقيا كردرنا فهجرا وكفورا جسارا مبان فيكفورا كجسارا بنعمة الله ويسلك مره سبيل الشر والفجور مفسرين تما بارانا والمراد هديناه سبيلا يكون ليكون سيوسن هذا إما شاكرا وإما كفورا سيوسن هذا فالله تبارك وتعالى دل الإنسان على سبيل الشكر والكفر لابد بتوسي إنا هديناه هنوني إنسانك هنوني السبيل جدك هنوني إما شاكرا كو إلهي شكرا إنو سنغض وإما كفورا كو إلهي كجسارة قالوا إنو سنغض إنه نعتدنا ديارنا للكافرين قالوا ما إن ديارنا سلاسلا سلسلة يأن ديارنا وأغلالا كتينة يأن ديارنا وسعيرا نارا ديارنا نارا موقدة إلى سعيرا ميبا نار الشيطا يأن ديارنا سونا كمرني في قولي تبارك وتعالى في سورة غافر إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون أيضا مثلين لي إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا سيد شيء ما يسا أنت ما يلقى إذ الأغلال في عناقهم مرقي كتين هذا حقبا براء لو أنتوا لقلي والسلاسل والسلسل يسحبون لك جيدا في الحميم نار لتيه أما في الحميم بيكرر لتيه ثم ركاس بعدين يسجرون والجبي في النار لك جبي سأذو كله إن أنا أعتدنا الدار للكافرين قالوا أن ديارنا سلاسل سلسلة إيوة أغلالا كتينة إيوة سعيرا النار هراس إن الأبرار دتك باريال كان يشربون ورابا أنا من كأس إناء خمر والخمر يك ورابا كان نغذي مزاجها برجه ويلك برحي أولك داري كافورا نغذي كافور مرقوم إيه ما هو الكافور الكافور ما يبقى عينه في الجنة إلى جنة القتالوا وفسرين ما يبرنا الكافور ضيب ومعروف ويستحضر ما يلقشانه من أشجار في بلاد الهند والصين يلقشانه وهو من أنفس أنواع الطيب عند العرب كمذي والمراد ما يبقى أن من شرب من تلك الكأس لأنك والكأس كوراب وجد عليه في طيب الرائحة هي هلا إيه وفوحان شداها كالكافور صوالر علامة ابن عباس مفسر كالجليل كترجمان القرآن كماري الكافور اسم عين المقاجة وهاي اسم عين ماء البيئة المقاجة وهاي في الجنة كسونات يقال لها لأرو عين الكافور يا لأرو تمتزج ميلك بير هي الكأس بماء يلك بماء هذا العين يا لك بيرها وتختم ملك ختمة بالمسك فتكون هذا سألد شراب شراب كان كما عبادا ولكن تفسير كان واضح حسن وكان هاتي ابن عباس إروا إلا ما يبواها هانو إلون إلسر يتودتك مقربين تيه إيا خمرة يولا ما يلن كبيرها كافورة لره أما دتك أصحاب اليمين كيه إلي سلسبيل لرهيان نين قويدون توكالة تصميم لرهون جرت مركو هكذا إن الأبرار دتك باريال كه إلهي باريال شيئا يشربون ورابان من كأس كأس يوريها شيء ما يبوها كأس خمرة ما يهرب كوب كان ما يهرب لكن كوب خمرة جاتي كأس لير كوب خمرة خمرة جنادة ودايا خمرة مغاجة توقوه إنه همانايا علمات ما يهرانا هدي شيء جن لك شيء مغاجة الدنيا لك شيء العلاقة كلها هي مغاجة له خمرة الجنادة قرآن والبان كشيكي في سورة الصافات وكذا في سورة الواقع وكذا هكذا وشيء نعمة نعمة خالصة إلهي جنك دياري وان عبيتان وشراب مغاجي خمر الإعراب ليس كخمر الدنيا ما والله والفساد لباتي خمرة الدنيا لا تتاس من التاس نعمة خالصة وبدون صعدهم مارجنا الأبرار يشربون من كأس والخمرة يا ورابين كان نغذي كأس مزاجها برج ويلك برهيب كافورا بيو كافور كافورا اي من ماي كافور الا كافور لرب بيو جن لك بره
عينا الواي كافور قده هذا الكافور يعني كافور كان يتدفق وما يقبر قده من عين جارية من عيون الجنة ساس معنى عينا الواي يشرب وراء ربها عباد الله إلى يدوم جي ورابهم يفجرونها هترهيق داين أما حجيح داين هتنبل داين تفجيرا نبلش يو شق من كهانا نيو ذيني ريت ملك البجوه قد إلهي وإله والله ولك البجوه قد إلهي أهل الجنة لي ما تشتهي الأنفس وتلذ العيون لي إلهي بلن قاد إلهي بلن تسنى حق وانرون وان يوفونا مرقوم إلى سي ولما ذكر الثواب الأبرار مرقوم الثواب جلوحسي يا إلهي مي إدائي سفذي يكر متيسين درجدون إكرامون كمتيسين إلهي تلمي ماري يوفونا ما يوفيان بالنذر يوفيان ويخافون أبسان يوم مالن كوبسان مالن كاتوش كان هذا الشر وشرت مستديرا تدول دولات ويطعمون ما يطعم سياين الطعام يد سياين هم قريد سياين على حبه مع شهوتهم يوم قلوات فضاني لقى ربطان جوية وحاجتهم يوم بانين اللي بقوان يسياين مسكينا ومسكينا سياين ويتيما لأوان سياين وأسيرا لأنقفال سياين حسن بسري مباري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالأسير أسير لشيني فيدفعه من ديبا إلى بعض المسلمين ديبا ويقول له من غري أحسن إليه ومناك فالرجل فيكون عنده مئة رئيس شوقي اليومين والثلاثة فيثير على نفسه نفسه انقور مرق والاسلام باهنا اذن بلن قاساسيا وحيوادت قبل انقفى لها اسلامي كمدت ويثيرون على انفسهم ولو كان بهم خصاص يوفون ما يوفيان بالنذر نذر كيوفيان نذر وحيوادت شرط كيلا ويخافون اوبسان يوم المالن يكو اوبسان مالن كاسو كان هاي شره شرطيس مستضيرا تدول دولاس وهو يوم القيامة ما أنت قيامه ويطعم من الطعام سين الطعام يسين على حبي ما حبي جيران تسل قبع مسكين غسيان ويتيما لغون غسيان وأسير لغفال غسيان قائلين اللهم يقول يوم رايان إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم ونميلهم قرس إنسيان لوجه الله إله درتس لا نريد منكم مسيح كفضان جزاء أبالغت مسيح كفضان ولا شكورا محطنقنا مسيح كفضان إنا نخاف من ربنا ونمي كوبسان ربك أنا كوبسان يوما عبوسا ضمطريرا إنا نفعل ذلك إنا نخاف من ربنا ونربك أنا كوبسان يوما مال عبوسا قمطريرا إنا نخاف من ربنا ميرن إنا نفعل ذلك التاسس صوبيان خوفا من ربنا ربنا نوك أبسان ورجاء أن يقين الله إن ألن يدور حول ذلك الشديد ما نقاس دباتيس ما نقاس عبوسا أو بيجي عبوسا صاحب أو قمطريرا أو شد صاحب إنا نخاف من ربنا ونربك أنك أبسان يوما مال عذاب يوم أنك أبسان مال قاسو عبوسا ذو عبوستنا ويجي عبوسا صاحب قمطريرا شد صاحب إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا أيضا تركيب يكالنغني إنا نخاف أن أبسان من ربنا يك أبسان يوما مالا حول يوم مالا شديد يك أبسان مالا كاسو عبوسا كريه المنظر يعني تكلح الوجوه وجهك عبوس مالا أو قمطريرا شديدا إن لا نخاف أبسان من ربنا يك أبسان يوم مالا شدة يوم مالا شديد يك أبسان مالا كاسو عبوسا ذو عبوسة وجع عبوس صاحب قمطريرا ذو قمطرير أي ذو شدة وعصيب شدة در صاحب قمطرير ما لرأي في اللغة القمطرير الشديد العصيب هو الذي يطول البلاء وكاسب الزلزال أخفش علم الأرامي رأي اللغوي القمطرير أشد ما يكون
طريق ملا ري ولا أنك درنا بدن أو من الأيام وأطوله في البلاء معلومة أنك دبات ده أو أنك دبات بدن يا ملا ري قم طريق لأري مرق يوما مالن عذاب يوم مالن عذاب يقوب سان يوم قاسو عبوسا ذي عبوسة صاحبه ويجي عبوس كون صاحبه وقم طريرا شد صاحبه دبات صاحبه فوقاهم الله إلهي يقولون شر ذلك اليوم مالن قاشرتس ولا قاهم إلهي ميل كل من نظرة رضلال يونتي وسرورا فرحد يا إلهي لكل من وجزاهم إلهي أبا القدو بما صبروا ولي صبرا دراد الجنة أبا القدو وحريرا حريرا أبا القدو متكين حالين هانو كدنكي كسان على أرائيكي سرير كورجي كدنكي كسان لا يرون ما رغان فيها في الجنة الجنال التي شمسا كلال نمك أرغان ولا زمهرا لحنا نمك أرغان ودانية تضوي عليهم يكرشو ظلال وحوسي وذللت والليل والنقلاي وضوفها قرشي ولا نسخ رواية تذليلا نقلاي ويضاف وضعها في عليهم يكرشو بأنية ويل ومن فضة فضة وأكواب كوب وكان هاتي قوارير قرورضة قوارير قرورضة من فضة فضة قدروها جانجوين تقديرا جانجوين يجانجوين عبرا عبرا وانا لقى انت كفيرا ليس يعني ويسقون ورابان فيها كأسا والخمرية ورابان كان هذه مزاجها براجي زنجبيلا زنجبيلها عينا الواي فيها في الجنة كسونا تسمى مغاشي الارو سلسبيل الارواي الهي انت ما يكو هذا الاي ذات كسوبا سفر يكو هذا الاي هك الله قبل الله إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا إلوى يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا يوفون بالنذر نذر كي يوفيان ويخافون أبسان يوم مال كان هذا الشر شرط مستضيرا طفافس ويطعمون الطعام طعام كقوضيان وذات كما يبوهم قرسيان وعنتيان على حبه ما أحبه سوء باهن للغوة جعل شيء يونتي باهدس يقول للغوة مسكين الطعام سيان لن تنير فقيرة ويتيما لن أقونا أو تبر الله أن والدين واي وأسير لن قفال حريدس واي أنت أسر إحسان صوبيان قائلين الله يقول يوم رايان إنما نطعمكم لوجه الله ما إلي ورسين سيوهين إلهي درتس إلهي وجيجي إنو نحلنا درادية لكون إلهي ون لكون وناك لكون درس ورسين سيوهين لا نريد منكم أن اسم والمسلم قفضان جزاء أبا القدن مسلم قفضان ولا شكورا محط مغنى مسلم قفضان إنا نخاف من ربنا ونا ربك أنا كأبسان يوما مالن عذاب يوم مالن عذاب شو كأبسان مالن قاسو عبوسا ذو عبوسة وجد طب صاحبه أو قم طريرا شدئي ورفاض صاحبه فوقاهم الله إلهي يدوري شر ذلك اليوم مالن قاس شرتسة إلهي قدوري ولقاهم إلهي ميل كل من نظرة بربر إلى دلال الصورة يلا كل من إيوة سرورا فرحت نظرة النظارة مال رأي آثار النعمة نعمة الرأس يلا رأي لنجد جرشي درشي لك وارقاه نظرة لطنان هي ركض ولا قام إلى إمام الكلمي نظرة لطنان إيوة سرورا فرحت إله الكلمي وجزاهم إله أبا الجودي بما صبروا بصبر صبرهم صبر شو درادية جنة جنية إلهك أبا الجودي ويدخلون يقلان وحريرا حريرا إلهك أبا الجودي يلبسون يجندان واللباسهم فيها حرير إله لباسك جناله جندان ويا حرير متكئين حالها نقدنجي كثير على رأيك السريريان لا يرون ما أرغان فيها في الجنة جنادة تيه شمسا إرمك أرغان يعني كلال مك أرغان الجيد حرارة مك هلان ولا زمهريرا دحنا مك هلان دحنا ما ميل أرتي دحنا ما ميل كلال أنا ما ودانية تطوعي عليهم يكرشوا يلا هن طوعي ودانية عليهم ظلالها طعنة طوعي عليهم يكرشوا كدوت ظلالها حوسية حوسية هدو وذللت والنقلاء والفوضاء وضوفها قوشيدين تذليلا فوضاء تذليل كما لرأي الشيء إن للدلال لبعر لأبابيو وما لرأي للليلي يلا رأي ليلة للأمبها شيء الكيم دي على سمر سيئة بات جيف كانك قوساس فدي كانك قوساس سيرو كانك قوساس سيئة بات وكلها دائما وظلها دائما لا يقدر فسر كولا فسر وكلها دائما وظلها حاس شيء إيهم قرية بالدائم وان تلك عقب الذين تقوا عقب الكافرين النار إله ويضاف والها المرأي عليهم يقرشوا بأنية ويلل يلا هالمرأة ويلل كاسو من فضة فضة قرنة
وأكواب ويضاف عليهم يعني وأكواب كذا آه وأكواب كوب وبي أكواب كوب يلا على الدول مرة كوب تيسو كان هاتي قواريرا قرور هات قرور هات قرور هات وقرور بان تمي قسمي سنت قواريرا من فضة قرور ذا أما قرار ذا أو فضة أو والشفافة والكرجال قلالي قجال بناغ القوارق قدروها خدامة ذاتكها خادمي قياسنا تقديرا قياسا قياسا لانك مثلا وانا مكو هران والأول انباني انت يوسم باني عندك آه. ويسقون ورعبان فيها في الجنة كأسا إناء من خمر ورعبان كان هذا كأسك مزاجها برجب زنجبيلا هذا زنجبيل قال لك برهو يا زنجبيل وقيت كلها يقولون كسانة سنة نقران لهم زنجبيل جناد الله كان زنجبيل كي كان قوان تاتك يا ما هو مرق الرامة قران لا شيء يضاف عليهم بالصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون إله مرق هو لما قال مزاجها كافورا أنتم ما يبون مزاجها زنجبيلا يصغى هؤلاء الأبرار في الجنة كأسا من الخمر ممزوجة لك داعي لكن ولك بره بالزنجبيل والعرب عرب تسدي بتستلذ مما عنساسا من الشراب شراب هجي ما مزجة ولا لك داعي بالزنجبيل لطيب الرائحة عرب تسافي لهم بعضا علامة القرطبي ماري رحمه الله تعالى فرغبوا والجليسي في نعيم الآخرة يلي جليسي بما اعتقدوه ولا يؤمنون نهاية النعمة والطيب نعمي الطيب والإنغاء قتادة بن دعامة سدوس ما ريسون الزنجبيل اسم لعين إلى المقاجة واي في الجنة كسون يشرب منها المقربون ورابين صرفا سافنمك ورابين وتمزج ولدها لسائر الجنة ولدها ولدها عينا فيها تسمى السلسبيل يشربون ورابين من عينك ورابين في الجنة تسمى السلسبيل أرب لسهولة مساغها وانحدارها سي مع ستي غويد ماس دونكن غويد ماس او قلبنا كرايس او لودنا غوبس مسرد مرن السلسبيل الماء العذب الى ربي مع بان لره السهل الجريان اد سافين انا تي غويد ما ان لره ور ويسقون ولا ربي فيها بالجنة كأسا الغرابية والخمرة كان هذا مزاجها ولك برهيب زنجبيلا هذا عينا الواء فيها في الجنة كسونا تسمى الأرو سلسبيل الأرو مغاجة تيويد ما سيو عنو ما سيو ويضاف ويضوف عليهم كرشميها ضواف ويلدان كري لا يرى ومخلدون اللواري إذا رأيتم هذا الأرض حسبتهم يا ملايس اللؤلؤا لول يا ملايس ومنثورا لفرجي وإذا رأيت هذا الأرض ثم ميلس مكان كسوى الأرض رأيت أرغاس نعيما نعمي أرغاس وملكا كبيرا بغرتوي وين أرغاس عليهم كرشوات الثياب سندس در سندس خضر عقار واستبرق إيونتي در استبرق يا كرشوات وحلوا والقرحي أساور ججمع من فضة وسقاهم ربهم ربجوا ورا بشرابا ورا بشرابا صدهورا وظاهرة ونكسن إن هذا كان لكم إسين سونا جزاء أبا القدوة يسين هذا وكان سعيكم شقين وفي الدنيا أديس هك شقي يستنى مشكورا طلما هذه النغتير إلى سبحانه وتعالى ويضف ما ضعف عليهم على أهل الجنة ما هدول مرأي ولدان كري أو مخلد دون اللواري غلمان وينشيهم الله تعالى إلهي أبو رول لخدمة أهل الجنة لنقتلك هم عليه من الشباب والنضارة والغضاضة والحسن يعني ميك سوينينها لأن يرنما إيانا تي إفتين غضاضة ونكسنا ليلك جيدي حسن لنا بل قوينا لان دوبتيا لك علي دمب مدوهوان مسبدلان ورجو سالي هذين إذا رأيتم هذا أرد لأن يرداس كريتا سيدا أرد إذا رأيتهم هذي أذيو أرق ده حسبت أعمالها هم يو لؤلؤاني لول يا أعمالها جوهر جواهر تلول كل أعمالها أو منثورا لفرلي سي أنصور البدنيون أو نورين
وإذا رأيت هذا أرض ثم مكان قص رأيت أرجاس النعيم أرجاس نعمة إيوة ملكا كبيرا يا أرجاس مرقوم خادمك في هذه ساعة إيه فكيف المخدوم ولا رجلا هذه خادمك بحركة مراي لنقل خادم أي قرم وإذا رأيت هذا أرض ثم مكان قص جنادة هذه أرجد رأيت أرجاس النعيم النعمة أرجاس ولن تلمع مكورنا وملكا كبيرا بغرطوي بين أرغاس وغاية الله ينار حديث القدس الزراعي أعددت لعباد الصالحين يا إلهي سبحانه وتعالى وضموا الصالحين تما اندياري ما لا عين رأت ولا أرغ ولا أذن سمعت ديقن ولا خطر على قلب بشر قلب بدا يتناه قدين علامة كثير ما قال وثبت في الصحيح ما يكسون هذا أن إن رسول قال أقل أهل الجنة منزلة أهل الجنة لانك درجير من له قدر الدنيا وعشر أمثاله لانك الدنيا أمل يطمن الله بشك أبوير أي فإذا كان هذا عضاؤه تعالى لأدنى ما يكون في الجنة لانك الجنة لانك الدنيا أمل هلو يطمن الله بشك فما ظنك أمره مات بمن هو أعلى منزلة واحدة عند الله تعالى مركزة المعنطة لسيوه ملك عليهم كرشومي هذي ثياب سندوسين نار او حريره سندس دهره حريره جلعسنه او خضرن عقاره اي واستبرقن حريره ثياب حريرن استبرق حريره استبرق لهره لو ده برت بركيو غندان سندس استبرق او عقاره سندس كي استبرق اسمركم لما نوع حريرته كما دهله الهي بهر ولباسهم فيها حرير حرير تسمر مفسرين من السندس ما رقى من الحرير ولا استبرغنا ما غلظ من الحرير ولا جلع ولا ككن أو حريره يلا ره وهذا لباس الأبرار في الجنة عليهم كرشوا هذا ثياب سندس در حريره سندس أو خضر أجارهم واستبرق در حريره استبرق نوع له خضر أجارهم وحلوا والقرحيين وألبسوا ولا جندي ولا حري أساورة ججمة ومن فضة أقدم مركان آخر مركان السيادة ميولك ججمة سوغال الله ذكره بناوت يحلون فيها من أساورة من ذهب ولؤلؤان ولباسهم فيها حرير إلهي ساسير وسقاهم ربهم رب جمي وراء بشرابا عبيتان ظهورا ظاهرة إن هذا أرنكا كان إيه كان لكم إسنسين سوغن هذه جزاء حالو سيكو أبال قدسين وكان ما هذا سعيكم شقدين اسم الدنيا قوبتين إلهي عابدين وإلهي حواحدين حمانتي مع السيدها كو صبرتين واسكو ليرتين ما هي مشكورا كلكم هذا وكان ما هي سعيكم شقدين ما هي مشكورا طولان ما هذا نقو هايت قال تعالى إلهي مري إنا نحن وإناهم نحن نزلنا هددين عليك كورك القرآن يهددين تنزيلا هددين فاصبر صبر لحكم ربك ربك حكم جيك صبر ولا تضيع قضي هذا منهم من الكفار قال هذا جه آثما كدم ببلن انقضي عذي أومي سكفورا كجسار نما ببلن انقضي عذي ورشي ويلو الأرض هي ويذكر حس اسم ربك ربك مقاجي حس بكرة صباح ذي وأسيلا قلبتي ومن الليل أبينك هجي فاسجد له إله إن سجود وسبح تسبح سيه إله إن تسبح سيه ليلا ضويلا همين دار إن هؤلاء يحبون العاجلة الدنيا جيرين ويذرون كتبين وراءهم بذلك يوم ثقيلا ما نعرس كتبين نحن أنو خلقناهم أمني وشددنا أتكاين أسرهم خب ناجئ مفاصل شربتدي أنو أتكاين وإذا شئنا هو نفران بدلنا أمثالهم بفجرك بدلنا تبديلا بدلت بعد إهلاك مركي الله لك بعد إن هذه تنو آيات القرآن تذكرة وانوه فمن شاء لنك فلو اتخذ وارده إلى ربي رب جهجي سبيلا جيلا وارده وما تشاءون اسم فراسان إلا أن يشاء الله إله هدد ونمه إن الله إلهي كان ما يبقى عليما أليك علم بلنا حكيما ما أمر ونك بلنا يدخل إلهي قليا ما يشاء لنك يسفر في رحمتنا عرس قليا والظالمين ذاتك الظالمين تانا أعد إلهي دياري لهم عذابا أليما عذاب الله بلان دياري إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إنا نحن أنا الله رب العالمين أنا ممكن أنه تعظيم وأنه جماعة معها نزلنا دي دين عليك كوركا نقول الله محمد القرآن يهد ديني تنزيلا دي جين يهد ديني والله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.